تراتيل يوم الميلاد قد نطقت بها كنائس بغداد. حان وقت الصلاة والجميع يخفي في قلبه غصة، هجرة الديار وفراق الأحبة. فقد عانى أبناء الديانة المسيحية من الاستهداف الممنهج على مدار الحكومات المتعاقبة، ليتلو الصلوات متمنين حياة أفضل. ليس المسيحيين هم دخلاء، المسيحيين هم شركاء، المسيحيين هم أصل هذه البلاد. وما نراه وما رأيناه من حكومات سابقة ولاحقة، ونتمنى لا تكون قادمة، أنه لا يكونون مهمشين. شعب مسيحي هو شعب أصيل، ولكن ما أعطي دور لكي يقود، لكي يساهم في تقدم واستقرار العراق مع الأسف. لكن نأمل القادم يكون أفضل، نأمل أن تكون سنة 2023 هي سنة استقرار وأمان وحرية للجميع. عندي أمل كتير، خاصة يلي عم بسمع عن الحكومة الجديد يلي تأسس، وعندي أمل وثقة أنه رح يكون عنا أيام أأمن وأحسن أيام، لأنه صعب كتير نعيش بوطننا بالصعوبات، خاصة لما العالم عم بيفرح، ليش نحن نزعل؟ اختلفت أسباب مغادرة المسيحيين من بغداد، ولم تقتصر على التهديد والقتل، إنما يشكون من التهميش وقلة فرص العمل والخدمات، وبغياب الإحصائيات الرسمية عن العدد الفعلي للمسيحيين المغادرين. لكن بمتابعة أعداد المصلين بالكنائس يبين حجم التناقص الحاصل بأعدادهم، لكن هنالك من لا زال متمسكا بالحياة فيها، فهم شركاء في أرض الوطن. احنا هسه بالعراق باقين بس أنا وأخويا ووالدي، يعني وابن عمي وبنت عمي بس، بقية العائلة كلها هاجرت، لأن عيشة هنا ماكو، يعني أبسط شيء إنه شغل ماكو، شنو اللي يشتغله؟ تشتغليني مضطهد. أتمنى إنه أي شيء إنه يكونون أكو شيء اسمه الطائفة المسيحية اللي موجودة من آلاف السنين، يعني مو من هسه، صار لنا 2000 سنة إحنا. الميلاد، السنة الميلادية تبدي بميلاد يسوع المسيح، فإنه ما يهمشون، ما نبقى على الهامش. والله أول شيء أقول لك إن شاء الله الحكومة هاي نشوف خير منها، وإن شاء الله يعني حقوقنا إن شاء الله عم ترجع، ومرتاحين مع الشعب ومع الحكومة كلها، وإن شاء الله حكومتنا زينة وتحقق لنا آمالنا. أتمنى السلام بهالبلد، كل شيء ما نريد الأمان والسلام، هذا الشيء اللي نريده. ونحن كلياتنا أهل، وكلياتنا يعني ما في لا مسيحي ولا مسلم. أتمنى من الحكومات يعني الحكومة الجديدة، أتمنى بأنه تراعي هاي الطائفة المسيحية، تراعي بأنه هذا الشعب الأصيل اللي موجود في بلاد الرافدين، اللي هو يعني كمفهوم كدين المسيحيين، كمفهوم القومية الآشورية، بأنه احنا في بلاد الرافدين، احنا هم الأصل، الحضارة الآشورية اللي موجودة، حضارة السومرية الأكادية الآشورية. وأتمنى بأنه تلتفت بها
هاي الطائفة بأنه بهواي أكو أمور بقضية التعيينات، بقضية هاي إعادة العمار، العمار سهل نينوى اللي موجودة، بأنه أريد نرجع العوائل المهجرة بها. جميع أمواتكم في المسيح يذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين، الآن كل أوان وإلى دار الداهرين. ندى المرسومي من بغداد، قناة دجلة.